كرياتين، ايه هو الكرياتين وايه الفوائد بتاعته وايه افضل اوقات لاستخدامه وكمان ايه بيتصنع فين داخل الجسم وايه الجرعات بتاعته ومين الناس اللي تنصحهم بيه وايه اشهر المنتجات الموجودة على اي هيرب وعلى امازون وعلى اي باي وايه اشهر الاسئلة اللي جاءت على الكرياتين، زي مثلا اسئلة هل دكتور يسبب تراكم مية تحت الجلد؟ السؤال الثاني مثلا ايه اشهر الاثار الجانبيه بتاعته؟ كام الكميه الموجوده في اللحوم والدواجن؟ انا باخد واي بروتين فيه كرياتين؟ هاخد تاني كرياتين ولا لا؟ تمام، ايه جولك وايه تقييمك لمكمل غذائي الكرياتين؟ فده كل اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. يلا بينا نبدا. يلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. انا طه الشاعر وهنا قناه هلثاوي، القناه مهتمه بكل ما يخص الصحه تحت منصه الغذاء والدواء، ولكن السبورت نيوتريشن وكل حاجه خاصه بالرياضيين سواء كانت نيوتريشن دايت سترويدز هتلاقوها هنا في القناه ان شاء الله. فلو انت رياضي، لو انت بتحب الجيم، لو بتحب البودي بيلدينج، فده الوجهه بتاعتك ان شاء الله الاولى. طيب الكرياتين، الكرياتين هو عباره عن مكمل غذائي بيصنف تبع السبورت نيوتريشن، ولكن هو اصلا موجود داخل الجسم، يعني بيتصنع داخل الجسم مش من حياتي اللي هو اسينشال، لا هو نون اسينشال. بعض الاحيان بيكون كونديشنالي اسينشال. طيب بيتصنع فين في الجسم؟ بيتصنع في الكبد، بيتصنع في الكلى، بيتصنع في البنكرياس. بيتصنع منين؟ بيتصنع من ثلاث احماض امينيه، ثلاث احماض امينيه، الارجينين والجلايسين والميثيونين، الثلاثه مع بعض كلهم بيدونا ايه؟ كرياتين. طيب الفوائد بتاعته، الفوائد بتاعته هو داخل العضلة نفسها بيزود المسل كونتراكشن، يعني الانقباض بتاع العضلة ده والانبساط ده بيزود المسل كونتراكشن، لانه بيزود مستويات الـ ATP ادينوزين ترايفوسفيت داخل العضلة نفسها، فبالتالي بيزود الاداء، بيخليك يعني بطل كده اثناء التمرين وبيقلل التعب والارهاق. من الحياة اللي كمان بيجيب نتيجة، يعني اللي بيفيد فيها الكرياتين، ان هو بيزود الكتلة العضلية، يعني الكتلة العضلية بدل ما انت عندك كتلة عضلية صغيرة لا بتبص تلاقيها كبرت شوية. خلي بالكم يا اخوانا الكرياتين مكمل غذائي، الناس اللي بتشوف واللي مش عارف ايه عشان يوصل للفورمة اللي انتم ببالكم دي في شهرين ثلاث شهور يقول لك طبيعي، الميجوريتي 90 ل 95% بيكون استرويدز. خلاص فتيك كير من الموضوع ده عشان بس ما تحسش نفسك ان انت بتحط مية في جربة مقطوعة. في حاجة مهمة جدا كرياتين وناس كتير ما بتكلمش عنها، ولكن انا شايف ان هي من اهم الحاجات للشخص اللي بيلعب بودي بيلدينج او بيلعب رياضة عموما او بيعمل مجهود بدني، ان هو بيعمل بروتكشن للنيورو سيلز في البودي. الجسم فيه اعصاب، الاعصاب اللي بيعمل لها حماية من اشهر الحياة الطبيعية الموجودة داخل الجسم اللي بتعمل لها حماية للاعصاب الكرياتين، وحاجة اسمها الالفا لايبويك اسيد، هنعمل عنه فيديو كامل تفصيل ان شاء الله الالفا لايبويك اسيد. خلاص فزي ما انتم شايفين الكرياتين ليه فوائد كتيرة جدا على الاداء، على الكتلة العضلية، على الانقباض والانبساط بتاع العضلة نفسه، على الاعصاب، فبيجيب نتيجة جدا ممتازة، ومن اكتر الحاجات اللي عليه ابحاث وعليه دراسات وعليه ستاديز اصلا، يعني سورايزد يعني معتمدة. طيب افضل توقيت لاخذه، افضل توقيت لاخذ الكرياتين توقيتين، يا اما قبل التمرين بنص ساعة يا اما بعد التمرين مباشرة. طيب لو انت بتاخد معاك جلوتامين، انا بفضل الجلوتامين يكون بعد التمرين والكرياتين يكون قبل التمرين، مفيش مشكله على فكره لو خدناهم الاثنين مع بعض، بس في وقت حاجه اسمها بيست اوف ذا بيست، ان انا اخد افضل حاجه في افضل توقيت بتاعها. في حاجه مهمه دايما انا بحب اتكلم عنها، ان الكرياتين في ثلاث حاجات تاني لو انت عايز تاخدهم قبل التمرين تاخدهم معاه وكلهم بيبداوا بحرف السي. خلاص كروميوم وعملنا فيديو تفصيل هسيبه لكم اللينك بتاعه تحت ان شاء الله، كافيين عملنا كمان لينك فيديو تفصيلي عن الكافيين هسيبه لكم تحت ان شاء الله، وكمان الكارنيتين او بيسموه الكارنيتين قريبا ان شاء الله هيتعمل فيديو هتلاقوه ان شاء الله هنا. اي مكمل غذائي، اي ماده علميه متخيلها في دماغك او مش متخيلها ان شاء الله هتلاقي هنا عنها فيديو كومبليت ريفيو على القناه، كل ما يتعلق بها بعون الله يعني ان شاء الله. طيب الجرعات بتاعته يوميا يفضل من 20 ل 25
يومين يفضل من 20 ل 25 جرام من الكرياتين. خلاص ممكن تقسمهم على مرتين مفيش مشكلة على حسب التمارين بتاعتك، بتعمل مثلا كارديو الصبح وبتعمل حديد بالليل، فممكن ايه تاخد قبل كل واحد منهم كرياتين مفيش مشكلة خالص. طيب إيه الاشكال الكيميائية؟ على فكرة اخوانا الكرياتين اللي مشهور عنه كرياتين مونونايتريت، ولكن في اشكال كيميائية تاني كتيرة جدا جدا. خلاص في كرياتين HCL هيدروكلورايد، وفي كرياتين إيثايل إستر، وفي كرياتين ماجنيزيوم كيليت، وفي بافرد كرياتين، وفي ليكويد كرياتين، كلهم دول يختلفوا عن بعض، ولكن المونونايتريت هو ده أفضل واحد فيهم. طيب مين الناس اللي تنصحهم إن هم ياخدوا الكرياتين؟ أي حد بيلعب رياضة، أي حد بيلعب بودي بيلدينج، لعبت كرة القدم، لعبت السلة، لعبت الطائرة، سايكلينج، باسكت، أي حاجة فيها مجهود بدني على العضل أنصحه إنه ياخد كرياتين. الناس الناس الفيجنز والفيجيتيريانز أنصحهم جدا جدا إنهم ياخدوا كرياتين، لأن هو معظم مصادر الكرياتين بتكون حيوانية وليست نباتية. الناس اللي بتعمل VLC diet very low calorie diet، وعملنا فيديو تفصيلي عن الفيري لو كالوري دايت هبسيبه لكم تحت ان شاء الله. فدول الثلاث اشخاص او الثلاث نوعيات اللي انا بنصحهم دايما ان هم ياخدوا الكرياتين. طيب ايه اشهر الاسئله؟ هل يسبب الكرياتين تراكم ميه تحت الجلد؟ يا اخوانا الكرياتين ما بيعملش ميه تحت الجلد، بيعمل ميه داخل العضله نفسها، بيعمل ميه داخل العضله نفسها مش تحت الجلد. ايه اشهر الاثار الجانبيه؟ الكرياتين على فترة طويلة، يعني مش مثلا في اول شهر اول شهرين، بيزود حاجة اسمها داي هايدرو تستوستيرون DHT، وده ممكن يعمل مشاكل تساقط في الشعر، او بيعمل حاجة مشاكل في البروستات او بيسموها بيناين بروستات هايبربليزيا، ولكن دي يعني ايه يعني بعد فترة طويلة زي ما انا بقول لكم. الحاجة اللي فعلا بتعمل داي هايدرو تستوستيرون من اول شهر من اول اسبوع، الناس اللي بتاخد استرويدز وبتاخد داي هيدروتستوستيرون، يعني زي مثلا تاخد انافار، تاخد انادرول، بتاخد بريمو بلان، دول كلهم داي هيدروتستوستيرون، هتلاقوا عنهم فيديوز كامله ان شاء الله هنا على القناه. فمعظمهم بيبقوا اصلا يبقى حليقها زيرو عشان ايه ما يبانش، لكن بيبقى الشعر مضروب بالنار. الداي هيدروتستوستيرون بياكل جذر الشعر اصلا، يعني فاهمين. والحل بتاعها بيبقى حاجة فيها مادة الفينستريد زي البروبيشيا وزي النوبيشيا في مصر. طيب على الجهاز الهضمي بيعمل شوية امساك شوية اسهال يعني كده؟ لا هو ما بيعملش امساك، بيعمل اسهال او مغص. فلو عمل لك اسهال مغص ليه حلول، انت ممكن تستخدم بكتيريا نافعة او بروبيوتيك او خلي تفاح عضوي. لو ما زبطش خلاص سيبك من الكرياتين وخليك في الجلوتامين. لذلك انا دايما 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 بنصح بلاش ناخد كرياتين على معدة فاضية، بلاش ناخد كرياتين على ايه على معدة فاضية. طبعا المصادر احنا قلنا المصادر كلها حيوانية، لحوم، دواجن، مش عارف ايه. كام النسبة بقى اللي موجودة في المصادر الحيوانية دي؟ لكل كيلو 5 جرام، فيعني 5 قليلة يعني، تمام. فهي دي الفكرة. انا باخد واي وفي كرياتين، معذرة، في كل 100 جرام 5 جرام، انا اسف. انا باخد واي بروتين في كرياتين، باخد واي بروتين في كرياتين. ده هل يغني الكرياتين الموجود في الواي بروتين عن كرياتين تاني؟ بص قلنا موضوع يغني ولا ما يغنيش ده بيعتمد it depends on you. يعني انت مثلا hard worker بتعمل بالكينج، بتعمل كاتينج، انت جسمك فتنس، انت موديل، فهو بيختلف يعني. لكن يفضل الجرعة ما تقلش عن 20 جرام يوميا كرياتين. فانت لو بتاخد واي بروتين في كرياتين مثلا 5 8 10، ممكن تاخد ايه سكوبين تاني مثلا لو فيهم 10 مع بعض يبقى السكوب صغير، يبقى كده تمام مرة واحدة وخلاص. في سؤال اخير بيقول لك وجهه نظرك في الكرياتين. بصوا هو انا وجهه نظري ان الجلوتامين اهم من الكرياتين، انا بحب الجلوتامين بصراحه اكتر من الكرياتين خلاص. ولكن الكرياتين من اكتر الحاجات اللي معمول عليها ستاديز، حتى
المصارعين اليابانيين دول بيقول لك اصلا بياخدوا كرياتين قبل المصارعه اليابانيه والحاجات اللي زي كده، ولكن ما تبقاش عندك الاكسبكتيشنز بتاعتك او التوقعات من الكرياتين ضخمه، لان هو يعني لو زود كيلو في خلال 3 شهور يبقى ممتاز، 2 كيلو في 6 شهور يبقى ايه، يبقى معلم. التوقعات 8-10 كيلو عضل ومش عارف ايه في شهرين ثلاثة، ده ما بتحصلش يعني الا بالحاجات الاسترويدز الليجل يعني. خلاص اتمنى اكون كده غطيت فيديو الكرياتين عن كل ما يتعلق به. لو في اي استفسار تاني اكتبوا لي تحت بس في الكومنتس، وان شاء الله اجاوب عليكم واقول لكم 100 100 عسلية على كل الهلساوية المنتمين هنا لقناة هلساوي. واتمنى ان لو الفيديو عجبكم يعني تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو ده. عايزين هلساوي تكون اكبر منصة للسبورت نيتريشن على مستوى الشرق الاوسط ان شاء الله في خلال 2026. باي.